ولا يجوز التحاسد. يوم تشوف واحد الله تعالى بسط عليه في عافية ولا في أولاد ولا في مال ولا في أي شيء ولا في جاه ولا في منصب ولا في وظيفة ما تحس له، يرسل له في الهاتف هذه العيون هذه كذا، أيقونة العيون اللي طاشة كذا، يوم يقول واحد كذا يطلع هذه ترى حسد هذه، زين أرسل له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حيث تطلع على عيونك هذا عين الحسد. واللي يقول حظه ذي معناه انه شحاه راحت النعمة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ايش؟ قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وادع الله تعالى أن يبارك له وأن يبارك فيه وأن يبارك منه وأن يبارك عليه، ما تقول حظك، إيش حظك ذي؟ ويكثر عليه من الكلام وكذا إلين يبقي أخضره يابسا ميتا. واحد من العلماء أولياء الصلحاء، مر رجل على مزرعتي فوجدها خضراء يانعة فنسفها قصفها بعين وراحت يبست ماتت كلها، فمر الشيخ بعد ذلك فرأى مزرعته على هذا الحال فعلم أن هذا فعل عين، هذا العين ما الحسد مبغض يعني ربما يكون ما مبغض لكن بلغه أنه فلان، وهذا فلان عدو للمسلمين، قال أفسد الله عينه فعمي، قال أفسد الله عينه فعمي. فمن الناس معيان ومن الناس من هو حسود ما عنده عين. الحمد لله الله تعالى قبض البحور عن ابن آدم تجور، بعض من الناس عنده حسد لكن ما في عين، والحمد لله هذا لو اجتمع فيه الحسد والعين ثنتين لا ما يبقى أخضر لا يابس، جرافة بيخطر على خلق الله لو فيه، لو عنده حسد وعين، لكن نادرا ما يجتمع الحسد والعين، ما يجتمع كثير. من الناس من فيه عين لكن ما حاسد، احنا نسميها عندنا عين ايش؟ عين فرحة، هو ما مبغض لكن فيه عين حارة كذا، ما يذكر الله، ينسى يذكر الله لما يشوف شيء زين، يدخل على أولاد يسلم عليهم، يطلع الولد ما يرضع ولا يتكلم ولا يصيح ولا أبدا، كيف تعلمنا؟ ايش سويت؟ قال قريت عليه، قريت عليه يمكن بالنكس قريت ولا شيء. فالحاصل أن لا يجوز لمسلم أن يحسد مسلما أبدا،